عجز عن الكلام في هذه الآونة الأخيرة بسبب قلة الخدمات الموجودة في القرى والمدن وخاصة في الشمال السوري، وإن مشروع تسويق الشارع المعروف من قبل جميع المواطنين في مدينة الدانة وأبناء البلدات الأخرى معروف بشارع الغبرة، وهذا الشارع يعتبر من الشوارع الاستراتيجية الموجود في المدينة، وهو الشريان الأساسي في المدينة حيث يصل المدينة من الجهة الشرقية إلى الجهة الغربية، وجميع الفعاليات والعاملين وأصحاب المصالح كانت تعاني كثيراً من وعورة هذا الطريق بسبب الحفر الكثيرة والغبار الكثير.